بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الآن مع صحيح 80 حول الحدوديات جدا مشترك علمي 8. يقول اعتبر الحدودية بي إكس تساوي أ تحقق أن 3 ناقص 1 على 2 جد على الحدودية. إذا باش نحققوا أن العدد جد على الحدودية كنحسبوا بي لي 3 في هذه الحالة. إذا لقينا 0 راه جد، ما لقيناش 0 ماشي جد. إذا بي لي 3 تساوي ناقص 6 في 3 أس 4 زائد 5 في 3 أس 3 زائد 38 في 3 أس 2 زائد 5 في 3 ناقص 6 تساوي ناقص 6 في 3 أس 4 هي 89، 5 3 أس 3 27، 38 3 أس 2 9، 5 في 3 15 ناقص 6 نحسبوا بلاتي علينا 6 ناقص 6 في 81 دونك ناقص 486، 5 في 27 5 في 20 100، 5 في 3 35 دونك 135، 38 في 9 دونك 380 ناقص 38 دونك 342 زائد 15 ناقص 6 دونك هي 9 زائد 9 مزيان تساوي أور. إلا حسبنا هذا المجموع هذا دونك 487 زائد 9 هي 486 دونك ناقص 486 زائد 486 تساوي صفر. إذا 3 جد للحدودية بي لي إكس مزيان. نحسبو كذلك بي لي ناقص 1 على 2 شنو تساوي؟ هي ناقص 6 في ناقص 1 على 2 كل أس 4 زائد 5 في ناقص 1 على 2 كل أس 3 زائد 38 في ناقص 1 على 2 كل أس 2 زائد 5 في ناقص 1 على 2 ناقص 6 تساوي نحسبو دونك ناقص 6 تبقى ناقص 6 في هنايا ناقص 1 أس 4 تبقى 1 2 أس 4 2 أس 4 تبقى 16 دونك 16 زائد دونك هنا الناقص يبقى دونك 5 في ناقص 1 على 2 أس 3 8 38 في ناقص يمشي لنا الأس الزوجي 1 على 4 ناقص 5 على 2 زائد ناقص 6 أو تساوي نحسبو دابا دونك هنا نخرجو بزوج دونك ناقص 6 على 16 هي ناقص 3 على 8 زائد هنا تولي ناقص 5 على 8 هنا نوحدو ولا نقسمو 38 على 4 دونك تعطينا 38 على 4 باش تعطينا شي عدد صحيح دونك 9.5 غنكتبو هنا شي مشكل 130 على 4 هي 9.5 ناقص 5 على 2 هي 2.5 ناقص 6 إذا تساوي ناقص 3 على 8 ناقص 5 على 8 هي ناقص 8 على 8 هي ناقص 1 زائد 9.5 ناقص 2.5 هي 7 ناقص 6 إذا إلا جمعناها نلقى صفر إذا كذلك ناقص 1 على 2 جد للحدودية في إكس. إذا جاوبنا على السؤال ألف شو عند السؤال باء إذا السؤال باء اسمحوا لي نمسح هادشي مزيان أقف مع الناس دونك السؤال باء تحقق أنه إذا كان ألفا جدا للحدودية فإن واحد ألفا جدا لها كذلك شنو كتعني ألفا جدا للحدودية أو أ أ جدا لي بي لي إكس يعني بي لي أ سو صفر أي شنو هي بي لي أ هي ناقص 6 أ أس 4 زائد 5 أ أس 3 زائد 830 أ أس 2 زائد 5 أ ناقص 6 كيساوي صفر هذا هو المعنى ديال أ جدا للحدودية و باش نبينو ان بي لي ا واحد على ا جدا بالحدودية نحسبو بي لي واحد على ا كل وسط نحسب بي واحد على ا نحسبو خصني نلقى كيساوي صفر كتساوي كتساوي دونك بي لي واحد على ا هي ناقص 6 في ناقص 6 في واحد على ا كل أس 4 زائد 5 في واحد على ا كل أس 3 عفوا زائد 38
واحد على أ كله سيجنال زائد خمسة في واحد على أ ناقص ستة إذا تساوي ألور نشرة دابا دوك ناقص ستة على أ أس سبعة زائد خمسة في واحد خمسة على أ أس ثلاثة زائد ثمانية وثلاثين على أ أس اثنان زائد خمسة على أ ناقص مزيان خصنا نوحدو المقام ونشوف شنو نلقى إلا وحدنا المقام المقام واحد هو أ أس سبعة بعد أ خصها تكون تخالف صفر أ خصها تكون تخالف صفر ضروري دونك لأن في المقام أ أس سبعة هو المقام واحد دونك هنا عندي ناقص ستة هنا غنضرب في أ لأن عندي أ أس ثلاثة باش نلقى أ أس سبعة نضرب في ثلاثة نضرب في أ عفوا يعني خمسة أ تبقي باش تكون عندي أ أس سبعة هنا باش تكون عندي أ أس سبعة نضرب في أ أس اثنان فوق قلت زائد 38 أ سيدنا هنا عندي أ باش تولي عندي أ أس 4 خصني نضرب أ أس 3 يعني 5 أ أس 6 دونك هي 6 أ أس 4 على أ أس 4 دونك نعطي 6 أ أس 4 واش واضح راه وحدنا المقام وجمعناها حتى هي بغيت تخدم ديال الوقت هنايا أ أس 4 راه أصلا عندي 5 أ ضربنا في أ الفوق والتحت نضربو في أ تولي أ أس 4 38 أ أس 2 ضربنا في أ أس 2 حتى هنا غتكون أ أس 4 يعني أ أس 2 أ أس 2 زائد 5 أ أس 3 على أ أس 4 ضربنا كان عندي هنايا 5 على أ ضرب في أ أس 3 الفوق والتحت هنا عندي 6 نضرب في أ أس 4 الفوق والتحت إذا واش غتكون غترجع ليا شوف واحد المقام مزيان المقام هو أ أس 4 لهذا البسط هذا هو اللي غادي يرجع دونك هي ناقص 6 أ أس 4 زائد 5 أ أس 3 زائد 38 أ أس 2 زائد 5 أ ناقص 6 ياك هذا هو اللي فوق غير أنا بدلت الترتيب بسيط وهذا شنو كيساوي هذا اللي فوق ها هو كيساوي صفر يعني تساوي صفر على أ أس 4 تساوي صفر إذن 1 على أ جذر ل إكس إن إذا كان عندك أ جذر حتى واحد على أ جذر 100% دونك جاوبنا على السؤال الموالي السؤال الأخير استنتج جذور الحدودية بي ل إكس ها هو غنجاوبو عليها هنا دونك لدينا شنو هو الجذور الأولى 3 هو ناقص 1 على 2 جذور للحدودية بي ل إكس وحسب السؤال ب فإن حسب السؤال ب شنو إذا كان أ جذر حتى واحد على أ جذر فإن واحد على ثلاثة والمقلوب نتاع هذا هو ناقص زوج جذرين الحدودية كذلك دونك الحدودية من الدرجة الرابعة فإن حدودها فإن جذورها هي غادي تكون على الاكثر ربعه على الاكثر ربعه يعني الدرجه ربعه تكون الجذور هي على الاكثر ربعه الو هنا شنو هما لقيت ربعه صافي لقيت ربعه هي 3 ناقص 1 على 2 1 على 3 وناقص لان قال لك حدد استنتج الجذور الحدوديه كاملين ضروري تلقاو كاملين انا علاش وقفت لقيت ربعه وقفت ما جيتش نقلب على الاخر لان صافي عندها غير ربعه لانها من درجه ربعه على الاكثر يكون عندها ربعه لو كانت من درجه 5 خصني نقلب على واحد اخر يكون عندها 5 ديال الجذور إذا ما وفق